خلاص رمضان على الابواب، كل سنه وحضراتكم طيبين. وكان في كلام يمكن عن موضوع تخفيف الاحمال، هل هيكون في قرارات جديده بخصوص شهر رمضان؟ مجلس الوزراء امبارح طمن الناس واعلن وقف تنفيذ خطه تخفيف الاحمال الكهربائيه خلال الشهر الكريم، وده طبعا تيسيرا على المواطنين. كل سنه طيب يا شاذلي، وكل سنه وكل طبعا المشاهدين بالف خير، وينعاد علينا كده باليوم والخير والبركات. ويمكن الخبر ده كويس جدا، لان ده هيخلي الناس تمارس طقوس وعادات رمضان بالشكل اللي يناسبها، لان طبعا كان في كلام كتير قوي او جدل كبير حول النور، هل هيتقطع الصبح، هل هيتقطع بالليل، طب لو اتقطع الصبح هيبقى من امتى لامتى، هل هيبقى في اختلاف كل يوم في يمكن ساعات قطع الكهرباء ولا لا، بالذات كمان والناس صايمه وبعد الفطار الناس قالت تقول احنا بنحب نبقى قاعدين ونتفرج على المسلسلات ونتابع او طقوس حتى الدينيه من بعد الفطار. لكن الجدل ده انتهى تماما دلوقتي، مفيش تخفيف لاحمال الكهرباء طول الشهر الكريم. ويمكن دي من الاخبار الكويسه اللي احنا يا شاذلي بنحب نبتدي بيها كده يومنا، وكانت الاخبار الحلوه الحكومه فاجئتنا بيها. صحيح، مجلس الوزراء كمان امبارح وافق على اكبر صفقه استثمار مباشر من خلال شراكه استثماريه مع كيانات كبرى، وده في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. الصفقة دي زي ما رئيس مجلس الوزراء امبارح الدكتور مصطفى مدبولي، هي بداية لعدة صفقات استثمارية بتعمل عليها الحكومة حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. حقيقة ان يعني نجاح الحكومة ان هي تجذب هذه الاستثمارات الأجنبية الضخمة بيأكد طبعا ثقة الكيانات الاستثمارية دي في الاقتصاد المصري، قدرته على انه يتخطى التحديات اللي يمكن احنا بنواجهها دلوقتي، خصوصا ان الصفقه دي تم الاعلان عنها امبارح، هتوفر طبعا مئات الالاف من فرص العمل، هتدخل عمله صعبه، هتساهم في احداث انتعاش اقتصاديه خلال الفتره اللي جايه. زي ما قلنا يمكن دي من الاخبار الكويسه اللي احنا حبينا ان احنا نبتدي بيها يومنا النهارده ونتكلم عليها في بدايه الحلقه. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم، واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.